بحلم اسمع صوتك. تحمل كتير. اوعى تفكر انه اذا في حدا ورا موت الماما انا رح اتركك لحالك واسكت. شو هالمصيبه هيدي اللي جبتها على راسي يا عم؟ في ادله ضده لفارس فما يجرب يقرب يشوف له. بس لكل شيء في حدود. طلبوا انه ما تقربوا صوبهم ابدا، لا على الدفن ولا على العزا ولا على البيت. ونحن شو دخلنا؟ عم يتهمونا بقتل هالة، واذا مش عاجبه يروح من الضيعه كمان بكون ممنونينه. طيب اذا رحنا على الدفن شو بيصير؟ الجزء الثاني من ما في بتسترجوا تقربوا يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الاخبار على الام تي في.